إن كنت من عشاق السفاري والتمتع بالطبيعة وجمالها الخلاب، فعليك زيارة محمية الشومري، أولى المحميات الطبيعية للأحياء البرية في المملكة الأردنية الهاشمية. أسستها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في سبعينات القرن الماضي بهدف إطلاق المها العربي المهدد بالانقراض. محمية الشومري للأحياء البرية هي واحدة من المحميات أو أولى المحميات اللي تم تأسيسها في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعاً قامت بتأسيسها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهدف إعادة توطين الأنواع، ونجحت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ ذلك الوقت بإعادة توطين أكثر من نوع في البادية الأردنية كانت موجودة في السابق وانقرضت بفعل تدهور الموائل واختفاء الأنظمة الطبيعية الخاصة بهذه الأنواع. نذكر من هاي الأنواع اللي تم إعادة توطينها داخل محمية الشومري المها العربي وغزال الريم والحمر البري الآسيوي، وأيضا هناك نوع آخر قامت الجمعية الملكية بإعادة توطينه حديثا وهو طائر الحبارة، وهذا زي ما بنعرف واحد من الأنواع اللي كانت منتشرة في البادية الأردنية ومنطقتنا العربية، وبفعل تدهور الموائل واختفاء الأنظمة البيئية هذا الطائر اختفى ولم يعد موجود في الطبيعة. طبعاً الهدف من وجود المحميات الطبيعية هو الحفاظ على التنوع الحيوي، ولكن في نفس الوقت هو تسليط الضوء على هذا الموروث الطبيعي اللي موجود عندنا. فإحنا حرصنا من يعني لحظة تأسيس المحمية والسنوات اللي تلت هاي الأعوام إنه إحنا نوجد منتج سياحي يلائم جميع الزوار وجميع فئات الزوار اللي يعني بتستهدف محمية الشومري وممكن انها تزور محمية الشومري. فزي ما بتعرف احنا بزورنا الفئات مختلفة من الزوار، منها الزائر الاجنبي ومنها الزائر المحلي ومنها القاطنين حول المحمية. فجميع هذه الفئات احنا حاولنا قدر الامكان انه احنا نحاكي رغبات هاي الزوار، وصح يعني نستقطبها ونوجد منتج سياحي داخل محمية الشومري يلائم هذه الفئات. الطيران الحر للصقور من أهم الفعاليات التي تستقطب الزوار إلى المحمية من داخل البلاد وخارجها. أحد النشاطات اللي إحنا بنحب إنه الزائر يشوفها خلال برنامج السفاري هو عرض الصقور، وهذا البرنامج طبعاً رائج على مستوى العالم. الفكرة من هذا البرنامج إنه إحنا نضفي نشاط إضافي لتجربة السفاري بحيث أن الزائر يطلع على عرض للصقور بأنها تكون يعني طائرة بطريقة حرة، وأيضا أنها تحاول تستهدف بعض يعني الفرائس على الأرض، بيكون الشخص يعني واقف وبيحاول أنه يعمل بعض الحركات للصقر، وهذا الصقر طبعا بيكون مدرب أنه يستهدف الطعم أو الفريسة اللي بإيد الشخص. فهي يعني واحدة من الأنشطة الرائجة على مستوى العالم، وممكن أنه يستخدموها الناس بمواقع سياحية لإطفاء جذب يعني وإطفاء تجربة إضافية للزائر اللي يعني بيجي على الأماكن الطبيعية. هذا ممر تبلشون من عنده اللي يحب يطلع رحلة احنا نسميها الدراجات أيوة. بايسكلات احنا نسميها بايسكل ايوه ايه. زي ما احنا حكينا هاي مكان ما انه هو يمشي ممكن يستقل الدراجات. طبعا هي برحلة الدراجات بتبلش من مركز زوار، نعم، بأيضا ممر يعني داخل المحمية تقريبا. هذا الممر بيستغرق ساعتين الى ساعتين ونص حسب طبعا رغبة الزائر او اهتمام الزائر بي. هل يكون اكو يا دليل موضوع الدليل اليوم كلش مهم؟ طبعا كل الانشطه داخل المحميه هون بمرافق الدليل. طبعا الدليل هو من المجتمع المحلي، من المجتمع المحلي طبعا من ابناء الازرق، بيخبر الزوار عن محميه الشومري وبيخبرهم ايضا عن الجوانب الثقافيه خلينا نحكي والجوانب المختصه بالحياه الاجتماعيه اللي بتخص منطقة الأزرق. هذا الشيء ممكن يخف عليكم أنت اليوم كم جمعية ملكية لحماية الطبيعة. أيوة صحيح. طبعا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من سنوات التأسيس من عام 1966 لهذا
هذا اليوم هي في تطور دائم وأيضا في تطوير للفكر المناط بحماية الطبيعة. طبعا من ذلك الوقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أخذت على عاتقها اللي هي تنمية المجتمعات المحلية وتسليط الضوء على الفائدة المرجوة من وجود المحميات للمجتمع المحلي. طبعا برنامج السفاري هو أخدم برنامج سياحي داخل محمية الشومري. في الواقع هذا البرنامج يعني كان في السابق يتم تطبيقه داخل المحمية بوجود جرار زراعي وترولة، يعني يقعدوا الناس داخل هاي الترولة. فبعديها بتقريبا عام 2010 صممنا ثيم جديد لبرنامج السفاري، وبس أبقينا على الاسم اللي هو سفاري المها العام. وزي ما انتم شايفين هاي الشتل أو هاي الجيبس تم تصميمها بطريقة السفاري الأفريقي، بحيث أنه الزائر من خلال هاي السيارات يستطيع أنه يشوف الكائنات الحية أو الأحياء البرية الموجودة داخل محمية الشومري، وأيضا يستطيع التقاط صور لل النسق الطبيعي او للطبيعه بكل اريحيه داخل المحميه. نعم. بكل اريحيه. طبعا بالمحميه هون برنامج السفاري في له خيارين للزائر. نعم. امام الزائر هناك خيارين. الخيار الاول هو الممر القصير، وهذا الممر تقريبا بيستغرق حوالي الساعه او ساعه وربع. طبعا هذا بيستهدف بالنسبه لنا يعني بيستهدف طلاب المدارس او يعني الرحلات التعليميه، بحيث انه ياخذوا كويك فيو او يعني رؤيه سريعه للمحميه، والهدف منها عاده بيكون تعليمي او للمجموعات اللي مش حابة انها تقضي وقت او تتاخر يعني داخل المحميه. الخيار الثاني للزوار اللي هو الممر الطويل، وهذا الممر تقريبا 14 كيلومتر بشكل دائري داخل محميه الشومري. من خلال هذا الممر الزائر بيستطيع انه يشوف الأودية والنباتات الطبيعية داخل المحمية، وايضا بيستطيع انه يشوف الكائنات الحية بفرصة اكبر. وطبعا هذا الممر بيستغرق تقريبا حوالي ساعتين ونص، وخلال هذا الممر هناك يعني منطقة للاستراحة، الزوار بيجلسوا بهاي المنطقة، واحنا حاليا يعني راح نشوفها ان شاء الله جوا المحمية. بيقوم الدليل بتحضير خلينا نحكي شاي على الحطب او يعني قهوة عربية، وبيتم خلينا نحكي تبادل الحديث مع الزوار عن طبيعة الموقع او اي استفسارات او اسئلة ممكن تخطر في بال الزائر عن الحياة الاجتماعية او عن الحياة الثقافية داخل منطقة الازرق. زي ما انتم بتعرفوا طبعا منطقة الازرق في عندها تاريخ ثقافي قديم، وايضا هناك مجتمعات متنوعه تقطن منطقه الازرق من يعني منذ خلينا نحكي اكثر من 100 عام. وهذا الشيء يعني احنا بنحب نبرزه للزائر، او نحب يعني نطلع الزائر عليه، بحيث انه الزائر يعرف كم في هناك تناغم يعني بين المجتمعات اللي بتعيش بمنطقه الازرق، وقديش منطقه الازرق بتحظى باهتمام انساني منذ القديم. التقاط الصور التذكارية مع الأحياء البرية فرصة تتيحها لك تلك البقعة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. طبعاً خلال رحلة السفاري زي ما حكيت الآن إحنا بنقدم للزائر أحد يعني المشروبات التقليدية اللي بتحضر بطريقة تقليدية زي ما انتم شايفين، شاي على الحطب.
طبعا احنا بنضيف للشاي نكهه نباتات طبيه، واحنا اليوم راح نستخدم نبات الشيح، وزي ما انتم عارفين هذا النبات هو من النباتات العطريه المنتشره في الباديه الاردنيه، ويعتبر يعني احد النباتات اللي لها استخدامات طبيه عند المجتمعات المحليه المحيطه في المحميات. هذا النبات يعني بيضفي نكهه فريده على الشاي، وخاصه لما يكون هذا الشاي يعني مجهز على الحطب. The safari was really nice. We saw some oryx. The staff is very friendly as well, and gave us some good information about the animals. And we have a nice tea time now, which is really, really nice in this desert. We are three French people coming to Jordan to visit Jordan, and we wanted to have an experience of a safari, and we have been able to attend the safari of RCN. It's not the first safari I've been able to do. I've been traveling to Mozambique, to Botswana, to South Africa, and this one is very impressive to see the number of oryx and the expertise of the staff in this amazing place with beautiful landscapes and the desert. And the staff or driver and guide Kusai was very interesting and was very helpful. His English is very good, and he's been able to tell us a lot about the animals. وأخيرا وجدنا خلال زيارتنا للشومري أن جذب السياح إلى الأماكن الجميلة بالأردن مرتكزاً أساسياً لدى العاملين بذلك القطاع الحيوي الذي يعتبر مورداً أساسياً لذلك الشعب الذي يرحب بزائريه من مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً العرب عشاق البادية وجوها الساحر.